حنا من الساكنه ديال محمد الخامس في 26 ولا 6 ونص كنا كنتسناو الفجر شويه وانا كنسمع بحال تقول كاميو ديال البوطه تفرقع داكشي واحد صداع خطير نزلنا كنجريو سحبنا حيت حدانا القهوي داكشي قلنا ربما تفرقعت شي حاجه ولا هذا جينا كنجريو خرجت من داري هذيك راه هي ساكنه تمايا خرجت من الدار ديالي وجينا كنجريو لقينا بحال اللي كتشوف بحال اللي كتشوف هكا ياك الترام خارج على السكه ديالو والسبب هو مول الكاميو كان عنده الضوء الاحمر ولكن ملي شاف الترام جاي بغى زعما يدير واحد السرعه دار واحد السرعه فائقه باش داز فهمتي باش قطع الطريق سمعتيني باش قطع الطريق هو ملي قطع اللي غيقطع هو يضرب الترام ودار الترام الكاميو براسو دار هكا كيدور لان كيزهق في المازوت راه كان بزاف د المازوت هنا راه عرفتي راه كان سيتيرنا د المازوت كانت هنايا والحمد لله كانوا داك البوليس وداك الشيء قاموا بالخدمه ديالهم دغيا جات الاسعاف ديالو دغيا جاو فهمتي جاو البومبيه وهزوه داوه الحمد لله اللي الله يحفظه شوفوا الشوفر ديالو حالته مسكين حالته خايبه لان تضرب مزيان والناس اللي معاه كانوا شي جوج ولا ثلاثه انا ما بانوليش الركاب انا منين نزلنا من الدار وداك الشيء لقينا غير هو اللي مضروب هو اللي مضروب ضربه خايبه واو وصافي مول الكاميو ما عنده حتى حاجه ما فيه حتى حاجه صحيح لا هو ولا الكاميو ديالو ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس